بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي، اعلن نيافه الحبر الجليل نيافه الانبا رفائيل الاسقف العام وسكرتير المجمع المقدس عن وفاه نيافه الحبر الجليل جزيل الاحترام نيافه الانبا ابراهام مطران القدس والشرق الادنى. قال انه بيطلب نياح لنفسه الطاهرة، وبيطلب ان ربنا يقبل صلواته عنا ويعزي الكنيسة عن فراقه بالجسد. سافر قداسة البابا تودرس الى القدس في مهمة محددة، هي الصلاة على روح مطران كرسي اورشليم والشرق الادنى. مجرد ما الخبر اعلن خرجت التعالب من الجحور، بدأت الآلام الخبيثة تظهر، بدأت اليهوذات وأصحاب المصالح واللي بيسعوا لتدمير بلادنا الحبيبة مصر والوقيعة بين الشعب مسلمين وأقباط، والوقيعة بين اللقباط واللقباط. علشان كده لقيت اني اقدم الرسالة دي واتكلم علشان نقول الحقائق اللي ربما خفية على بعض الناس وربما واضحة عند بعض الناس، ومع هذا بيهاجموا ويقاوموا وبس. القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اكد موقف الكنيسة القبطية من زيارة القدس، الموقف ثابت لا يتغير سواء في عهد البابا شنودة أو في عهد البابا تودروس. قال برضو في تصريحات صحفية أن سفرية البابا تودروس الثاني هي سفرية قاصرة على صلاة الجناز على جثمان الأنبا إبراهام أسقف الكرسي الأورشليمي وأسقف الشرق الأدنى، وقال انه ليه مكانة خاصة في المجمع المقدس. دايما المطران بتاع القدس بيكون الرجل الثاني بعد قداسة البابا البطريرك، ده في المجمع المقدس. عايز اقول الاسقف لازم يصلي عليه قداسة البابا ويتصلى عليه في الأبرشية بتاعته، وإذا كانت ليه وصية بأن يدفن بمكان معين بيتم تحقيق الأبنية بتاعته أو الوصية بتاعته. يعني كان قداسة البابا شنودة الثالث عامل وصية بأنه يدفن في دير الأنبا بشوي، تم دفنه في دير الأنبا بشوي. قداسة البابا كيرلس السادس كان عامل وصية أنه يدفن في دير ماريمينا، فتم الدفن في دير ماريمينا. نيافة الأنبا إبراهام أسقف الكرسي الأورشليمي كان عامل وصية بأنه يدفن في القدس، في المكان اللي خدمه سنين طويلة وخدم ولادنا اللي في المكان ده، وخصوصا أن يتبع نيافة الأنبا إبراهام بلاد كتيرة حواليه الخليج ودول كتيرة. خدم ولادنا، ولو ما كانتش الوصية دي موجودة كانوا هينقلوا الجسد بتاعه لمصر ويتصلى عليه في مصر ويدفن في مصر. صلاة الجنازة على الأسقف عمل رعوي من صميم أعمال قداسة البابا. احنا كنيسة تقليدية، كنيسة رسولية، كنيسة تسليم. يعني لما يجي الواحد يترسم كاهن بيقعد 40 يوم في الدير يتسلم فيها كل العقائد والطقوس، بحيث ده بيسلم ده، جيل بيسلم جيل، ومحافظين على عقائدنا وطقوسنا. عشان كده البابا لو ما كانش عمل الموضوع ده كان يبقى مقصر قدام شعبه.
والملايين شافت قداسة البابا لما سافر يوصل على نيافة الأنبا ميخائيل عند وفاته، وقام بالدور اللي مفروض يقوم بيه البابا البطريرك. كنيستنا كنيسة أصيلة، كنيسة تسليم، يعني التعاليم بتاعتنا هي نفسها التعاليم اللي كانت موجودة أيام البابا شنودة، أيام البابا كرولوس، أيام ماري مرقس اللي أسس الكنيسة في مصر. كنيستنا زي رعيها، زي مؤسسها اللي اتقال عنه يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. متحدث باسم الكنيسة أكد أن الكنيسة لا تضع في حساباتها معادلات سياسية، عشان كده كل خطواتها رعوية وطنية فقط. عشان كده زيارة القدس مش هيدخل فيها أي حسابات سياسية، والمفروض إنها ما تتفسرش إلا كده. وقال إن قرار عدم زيارة القدس ده قرار مجمع مقدس، والكنيسة بتحتفظ بحبها للمجمع المقدس وشعبها بيراعي الحكاية دي كويسة. بعض الناس بتقول إن زيارة البابا طوادروس دي هتدي للمسيحيين الحق إنهم يطلبوا إنهم يروحوا القدس. هو الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة إن الأقباط نفسهم يروحوا القدس، لكن من أجل طاعتهم للكنيسة ومن أجل محبتهم لإخواتهم المسلمين، رغم إن ده قرار سياسي مش قرار كنسي، خضعوا لقرارات الكنيسة. بعض الناس طلعت تهاجم، وبعض الناس كان كلامها بلسم. أنا مش هقول الأسامي إلا الأسامي اللي كلامها يوجع ويحتاج لرد. في البداية بشكر الشخص اللي قال أحيي شجاعة قداسة البابا طوادروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية وبطريرك الكرازة المرقسية العريقة الوطنية بزيارته إلى القدس دون أدنى تحفظ، واستنكر مهاجمته فهذا حق لكل مسيحي. بيستنكر أي حد بيهاجم البابا، ويقول ده حق لأي مسيحي كما يحج المسلمون إلى مكة والمدينة. يعني هما بيحجوا لمكة والمدينة وإحنا بنحج في القدس، طب هما بيروحوا كل سنة يحجوا في مكة والمدينة وإحنا نفسنا نحج في القدس. كما يحج المسلمون إلى مكة والمدينة وبينهم مواطنون إيرانيون تناصب حكوماتهم السعودية العداء وتهددها علانية. ويكمل كلامه يقول: لماذا ندفن رؤوسنا في الرمال ونخضع للنفاق الاجتماعي رغم أن الفلسطينيين أنفسهم يسعون للعمل في المستوطنات الإسرائيلية؟ حتى متى سنظل نكيل بمكيالين؟ تصريحات باطلة انهالت، وخرجت الصحف بمانشيتات مزعجة اللي يقول التطبيع وصل إلى رأس الكنيسة، وفي برنامج توك شو اللي بيقدمه، يعني أنا ما سبقليش إنه شفته قبل كده، طالع يقول إن اللي يخطئ لازم يتحاسب ويعتذر، وبيطلب من قداسة البابا طوادروس إنه يعتذر. إيه يا حبيبي؟ مش تاخد بالك؟ أنت بتتكلم وأنت مش عارف حاجة. أنت لو تعرف الحقيقة هتخجل وتقول أنا اللي لازم أعتذر. البطاركة والأساقفة دول ناس ليهم قامة عالية جدا، ليهم حكمة عالية جدا، ومش مستنيين، كانوا مستني حد يقول له اعتذر لو هو غلطان. طيب،
الحاج بقى عبد المنعم ابو الفتوح ده حاجة تانية بقى، ده يعترض ويستنكر وينجد ويشجب ونقول كل الكلمات في المجال ده. احنا بنقول لهم ايه رأيك في التطبيع مع طالبان والقاعدة وبوكو حرام والشباب الارهابيين الصوماليين والشيشان وعصابات غزة الارهابية؟ طب ايه رأيك في التربيط مع بديع والشاطر وابو اسماعيل وماجد والشحات ووجد غنيم؟ طيب بلاش ده وده، ايه رأيك في الاشتراك في تكوين عصابة ارهابية اسمها الجماعة الاسلامية قتلت المسؤولين والشرطة واستحلت اموال ودماء الاخباط لتمويل الارهاب من حصيلة المسروقات والقتل والترويع؟ هو ده تاريخك، مفروض ان انت تدارى وتستخبى، لان ده تاريخ للأسف مخزي. اللي بيقولوا ان زيارة البابا لإسرائيل او للقدس للصلاة على المطران الجليل اللي انتقل، بيقولوا انها تدعو للتطبيع. احنا بنقول لهم قداسة البابا والوفد المرافق ليه هيقعدوا في مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، ودي تعتبر أرض مصرية. كمان بنقول إن ترتيبات السفر بتاعة قداسة البابا والوفد المرافق ليه قامت بيها الدولة المصرية ومش الكنيسة، والزيارة لن تتضمن أي لقاءات أو مقابلات رسمية. كفاية كده؟ طيب نشوف السيد محمود سعد، بالصدفة شفته، طلع علينا بكلام غريب، بيقول لنا إن قداسة البابا راح لإسرائيل يصلي صلاة الجنة. يا سيادة الإعلام الكبير، إحنا ما نعرفش حاجة اسمها صلاة الجنة. إحنا لما بنصلي على شخص انتقل من هذا العالم بنقول بنصلي صلاة الجنازة. قداسة البابا بتلومه إنه ما سافرش عن طريق الأردن، ومن الأردن يطلع القدس. طيب ايه رأي سيادتك ان الرئيس مبارك، وده رجل سياسة مش رجل دين، سافر لإسرائيل مباشرة لما راح يعزي في رئيس وزراء إسرائيل السابق، وما راحش عن طريق الأردن، وساعتها سعادتك ما قدرتش تفتح بقك؟ ده الرئيس، لكن ده البابا. طيب أصل البابا مسيحي والمسيحيين كلهم ناس طيبين، فقول بقى وطيح زي ما انت عايز، عيب. البابا مش محتاج انه يبرر موقفه لحد، محدش ليه عند البابا حاجة، لانه بيعرف الاصول وبيعرف الصح وبيعرف التقاليد اللي عاشها كمصري وعاشها كمسيحي. البابا هو اللي قال زي ما قال البابا شنودة، مش هنخش القدس إلا وإيدينا في إيدين إخواتنا المسلمين، مع إن الأقباط نفسهم يروح القدس. أنتوا برضو بتروحوا بتحجوا، إحنا الحج بتاعنا في القدس، لكن احنا ما بنروحش عشان خاطر ما نزعلكمش. وانتوا لو حد، مش حد، ده بطرك اللي راح يعمل واجب، زعلتوا من شيء احنا اللي عملناه، شيء احنا اللي قدمناه بارادتنا وبمحبتنا، تقوم جاي تحاسب ده؟
الكاتب عبد الله السناوي ده بقى موضوع تاني. ده بيقول انه تمنى ان البابا توادرس ما كانش يروح القدس. ويقول للتحرير موقف البابا شنودة كان حاسم في رفض السفر لإسرائيل، حتى لو سافر شيخ الأزهر وحتى لو اعترفت الدول العربية كلها بإسرائيل. يا الراجل بيقول ايه؟ يا ريت حد يكون فاهم. موقف البابا شنودة كان حاسم في رفض السفر لإسرائيل، ماشي. انت يعني بتحاول توقع ما بين البابا شنودة والبابا توادرس؟ اطلع منها انت وهي تعمر، اطلع منها. لو كان نيابة الأنبا ابراهام انتقل، ما تعرفش انت انتقل دي، تنيح برضه ما تعرفهاش. لو كان الأنبا ابراهام مات، كان قداسة البابا شنودة راح صلى عليه، كان لازم يسافر، لان ده تقليد في الكنيسة، تعليم في الكنيسة. وبعدين بيقول ان البابا توادرس من تلاميذ البابا شنودة. طب كويس انك عارف كده. احب اقول لك ان البابا شنودة كان اسد، والبابا توادرس اسد واسد، لانه خبرته هو الشخصية مضاف ليها خدمة وخبرة البابا شنودة، يعني احتوى في داخله الخبرتين. برضو يرجع السناوي ويقول لنا كان يتوجب ألا يتعرض الأقباط إلى محنة تتعلق بالنسيج الوطني المصري. النسيج الوطني المصري ماله؟ مطران عندنا مات والبطرك لازم يروح يصلي عليه في المكان اللي هو موجود فيه، دي مالهم للنسيج المصري؟ يكمل بيقول في لحظة يحدث فيها أن عددا كبيرا من الأقباط نجحوا في المقاعد الفردية في الانتخابات. أنت صعبان عليك أن عدد من الأقباط أخذوا مقاعد في البرلمان؟ اطمن، الانتخابات المرة دي ما كانتش مزيفة، فالأقباط خدوا مقاعد. الأقباط انتخبهم المسلمين والأقباط. إيه؟ زعلان إن المسلمين انتخبوا إخواتهم الأقباط؟ أكيد أنت ما انتخبتش حد قبطي. ده أنت كده شكلك زعلان إن هم انتخبوا أقباط. يا سيد سناوي، المسلمين الشرفاء اللي عندهم ضمير وتعاملوا مع الأقباط وعرفوا ان الأقباط أمنا وعرفوا ان الأقباط محبين وان حبهم ما هواش تزوير ما هواش كلام لكن حب حقيقي، فانتخبوهم وثقوا فيهم وادوهم أصواتهم. عموما بيكمل ويقول هذه الزيارة ترفع منسوب الاحتقان الطائفي والنيل من مقام الكنيسة القبطية. احنا لسه بنقول ان زيارة البابا لن تكون سبب لأي شيء، ومش ممكن تكون سبب احتقان الا لو كان السيد سناوي بيتمنى كده. عمرنا ما كنا سبب احتقان او رفع احتقان، وما فيش اصلا مشكلة بين مصر واسرائيل، في سفير هنا وفي سفير هناك، واللي عايز يحرر بلده يتفضل يروح. بس كان زمان بيقول للقدس رايحين بالملايين، ما تروح، ما هي قدامك. ولا عامل زي واحد معظم داخل قدام واحد ملاكم وبيقول سيبوني عليه هكسره، محدش ماسكك، اتفضل. لكن بقى نتكلم عن مقام الكنيسة الوطنية المصرية. عايز السيد سناوي يبقى عارف ان وطنية الكنيسة المصرية العالم كله عارفها. برضه بيقول موقف البابا شنودة كان حاسم
في رفض السفر لإسرائيل حتى لو سافر شيخ الأزهر وحتى لو اعتذر اعترفت الدول العربية كلها بإسرائيل. إيه معنى الكلام ده؟ هل أنت بتقارن بين قداسة البابا شنودة وبين شيخ الأزهر؟ هل أنت بتحط البابا شنودة في كفة وفي الكفة الثانية شيخ الأزهر والدول العربية؟ مين اللي بيعمل احتقان؟ مين اللي بيزود احتقان؟ كل إناء بما فيه ينضح. بالمناسبة قداسة البابا شنودة كان سافر لتقديم العزاء في ياسر عرفات وحضر الجنازة. كنيستنا تعرف الواجب والأصول، تعرف الحق والتقاليد، وتعرف يعني إيه تقدم محبة. أكيد يا سيد عبد الله أنت عارف إن الشيخ علي جمعة المفتي سافر بالفعل للقدس، وزيارة المفتي كانت زيارة للمسجد الأقصى، مش واجب زي الواجب اللي بيقوم بيه قداسة البابا توادرس الثاني. احنا بنطالب الدكتور أحمد الطيب رسميا انه يعلن صراحة عن موقف الأزهر لما ينسب إليه، ان من المقرر ان تعقد الأردن مؤتمر ديني مشترك مع الجانب الفلسطيني برعاية شيخ الأزهر أحمد الطيب لتشجيع السياحة الدينية للمسلمين لمدينة القدس والمسجد الأقصى. من هنا بنسأل بقى، طب إيه اللي هيحصل علشان تشجيع السياحة الدينية للمسيحيين؟ إحنا اتفقنا إننا ما ندخلش القدس إلا سوا. أديكوا بتعملوا مؤتمر علشان تخشوا القدس وتروحوا للمسجد الأقصى. قضية التطبيع ما بقتش مطروحة، وخصوصا إن رئيس فلسطين بيطالب بدعم الفلسطينيين بدعوته الأقباط لزيارة القدس لمقاومة تهويد المدينة المقدسة. سفرية قداسة البابا ملهاش مغزى أو بعد سياسي أو خلافه إلا الصلاة على جثمان نيافة الأنبا أبراهام، ولن يلتقي قداسته بأحد من السياسيين إسرائيليين كان أو فلسطينيين. والنهاردة اعتذر قداسة البابا عن تلبية دعوة زيارة أبو مازن رغم وجوده في القدس، وأعلن أن سفره لظرف رعوي ديني وواجب كنسي سيلام إذا لم يفعله. إخواننا الإعلاميين اللي مالين الدنيا كلام ملوش معنى، اللي بيشكك في وطنية قداسة البابا عليه يفتكر الكلمة اللي قالها، هما بيرددوا إن البابا شنودة الثالث الله ينيح روحهم كان قال مصر ليست وطن نعيش فيه لكنها وطن يعيش فينا. بقولهم انتوا نسيتوا كمان كلمة البابا شنودة، ده كلام حق، لكن نسيتوا كمان كلمة قداسة بابا توادرس. لما كنا في أصعب الظروف وبعد فض اعتصام رابعة واتحرقت الكنايس وتهدت البيوت ومحلات وعربيات الأقباط، فقال قداسة بابا توادرس كلمته المشهورة: إذا حرقت الكنائس نصلي في المساجد، وإذا حرقت المساجد نصلي في الشوارع. وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. كلمة لكل النشطاء الأقباط: توحدوا لرفع شأن كنيستكم، قفوا كرجل واحد خلف القيادة الكنسية فهي من اختيار الله، قفوا خلف قداسة البابا لصالح كنيستكم. كلمة لكل النشطاء المصريين: مسلمون وأقباط اتحدوا فهذا لصالح مصر. كلمة للإعلام المصري: نقي نفسك
نقي نفسك، نقي نفسك. ربنا يتم خدمتك يا سيدنا وينيح روح مثلث الرحمات الأنبا إبراهام. آمين.